طبعا فريق شيروكين فريق ثقافي نشأ من منطقة في بغداد، منطقة عدد سكانها تقريبا ما يقارب 1,400,000. هذه المنطقة منطقة بسيطة تفتقر لأبسط الخدمات، فنشأ فريق شيروكين من داخل المنطقة، مجموعة من الشباب والبنات قرروا أنه يصنعون فريق ثقافي إنسان يطمح لبناء الإنسان، ثقافة الإنسان، الارتقاء بواقع الإنسان. بدأ يكبر الفريق، صار نظام داخلي، تحول إلى رابطة، الرابطة بدأت تستوعب كل الطبقات وركزت طبعا على الطبقات الفقيرة، الطبقات المهمشة حتى تقدر تأخذ دورها بالمجتمع. الفريق صار فريق كبير، أعداد كبيرة، بدأ يشتغل، ضغط على المجالس المحلية بأن توفر خدمات للناس، ضغط على هواي أشياء، ضغط حتى على عمل الدولة أنه لازم توفر المواطن لقمة العيش، ولكن ما لقى اليوم شخص يستجيب له. فبعد ما لاحظنا أنه سنوات طويلة نعيش وهذا العراق من جوع وفقر وظلم وطبقات غير متساوية، طبقة طبعا بالعراق تحكم طبقة نهبة البلد، فقرروا الشباب أنه لازم يدافعون عن حقوقهم ولازم هم يكونون السلطة بيدهم مو بيد غيرهم، فقرروا أنه يتحقون بهذه الثورة. لو كانوا هم نواة لها الشباب فخرجوا 11 جو هنا بقوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، بمعنى لديهم طرق كثيرة للتغيير. جينا لهذا المكان، التحقنا مع أخواننا الشباب من كل المحافظات، انجمعنا هنا، قررنا لديمومة الثورة حتى لا ننسحب لازم نخلي رؤية حقيقية. فكانت الرؤية الحقيقية هي نصب خيمة شيروكين تحت نصب التحرير وتوفير الدعم اللوجستي للمتظاهرين لكي يستمروا. بدينا نوفر لهم دعم لوجستي كلش كبير، اعتمدنا على التبرعات على الأصدقاء، استمرينا بهذا الدعم فترة طويلة، بقينا هنا بالتحرير إلى يومنا هذا، احنا مستمرين بساحة التحرير. طبعا حقيقة ما هي المشاكل، النظام كثير من المشاكل. أول شيء هذا النظام أجا نظام محاصصة، نظام حزبي، نظام توزيع الثروات ما بينهم، يعني مو بعدالة وإنصاف أو عدالة اجتماعية. مشاكل النظام هو ضعيف، هو يتواطأ مع كثير من الدول في هذا البلد، فمشاكله مو شوية. يعني لو كانت أكو مشكلة أو مشكلتين وكان نظام عادل فإحنا كان قوينا ووقفنا وياه، ولكن نظام فاسد يحتاج إلى تغيير رسمي جذري. ما عنده روح وطنية، هو إجا فقط ليسرق البلاد، إجت مجموعة مع المحتل الأمريكي فقط إجت تسرق البلد وتروح. وصلت لهذا الشيء وبدأت تطيها من واحد لواحد، يعني واحد يطي الواحد المكان، التعيينات فقط على المحسوبية، الخريجين بالشوارع ما حد يسأل عليهم، العمال البسطاء ما عندهم لقمة عين، ما عندهم ضمان اجتماعي، كل شيء ما عندهم، النظام كله مشاكل. طبعا الحلول يعني لازم تكون حلول حقيقية، يعني مو حلول فقط كلام. الحلول اللي احنا دا نطمح لها، هذه التظاهرات خلقت عندنا فد وعي وخلقت عندنا فد نظرة جديدة حول الشباب. فالحلول اللي نطمح لها هي اولا تنظيم الاخرين، تنظيم الشباب، تنظيم الاجيال هاي الشباب، تنظيم البنات وتنظيم تحت انه حريتهم، ما لي شغلة بشكله ولونه وتوجهه، تنظيمهم فقط تنظيم حقيقي. لازم ننظمهم ولازم يكونون واحد حتى يقدرون يكونون أقوياء. إذا تنظموا راح يكون حلول، وهي إزالة هذا النظام. لا يجوز يعني الاستمرار بهذا النظام. التنظيم راح يخلق جماهير، والجماهير راح تتقرب مع بعض، راح يصير عندها رؤية مشتركة، راح يصير عندها فريق الروح الواحد. الإيجابيات اللي خلقتها ثورة أكتوبر هي واضحة أمام الكل. يعني مثلاً بدأت الشباب أن تغير، أن ترفض هاي الأحزاب المهيمنة، خرجت يعني بصوت عالي الشعبي لإسقاط النظام. خلقت عندنا حتى أنا مع الأصدقاء، خلقت عندنا وعي، خلقت عندنا كشفت لنا كيف الساسة هم يتلاعبون بمشاعر الآخرين، كيف يجهلون الناس من خلال كل شيء. كشفت لنا صراحة الأحزاب الإسلامية اللي سرقتنا اليوم كيف هي أمام أنظار الناس، هي ضعيفة. لذلك ثورة أكتوبر
هي غيرت عالم بداخلنا، خلقت عندنا تجربة جميلة. إيش وقت ما نحب نثور أمام الظلم بدون خوف وبدون تردد. لذلك تجربة أكتوبر راح تبقى الأجيال تتكلم عنها. شعب خرج لا يحمل شيء سوى العلم والوردة، وجابهته السلطة بالرصاص والقنابل والمسيح. ثورة أكتوبر ثورة عظيمة. ثورة أكتوبر ما فيش لات نقدر نقول ما فيش لات، وما نجحت كل النجاح، ولكن مستمرة ما راح تموت. ثورة أكتوبر هي وعي، والوعي ما يموت، هي روح كل الشباب. لذلك احنا كيف مننا الثورة، احنا حاليا فريقنا توجه بالجديد، نهض من جديد من خلال الساحة ومن خلال كل المناطق. تقريبا عملنا صار خارج الساحة، اتفقنا مع الاخوان انه نستمر بالعمل خارج الساحة، التنظيم وكذا. المرة القادمة اقوى واكثر، والمرة القادمة عندنا تجربة سابقة راح نتعلم من عندها كيف ما ندخل بالمطبات. لذلك ثورة اكتوبر راح ترجع وراح تعود بقوة ومنظمة، وراح ندحر هاي الاحزاب الفاسدة من حيث كلمة أخيرة حقيقة في داخل أمه. تسعة أشهر أنا بهذه الخيام الثلاثة مع مجموعة من الشباب اللطيفين، تعلمنا على بعض، عشنا مع بعض، صرنا أصدقاء أعداد كبيرة. لذلك بعد ما نقدر نفترق هذه المشكلة، المشكلة اللي تعلمنا مع بعض. أتمنى أن نستمر، وأتمنى أن نبقى من ما حد يخسر الأخ، ولكن الاستمرار هذا يحتاج إلى طرق كثيرة. لذلك جاي نطمح نوفر كل شيء نقدر له حتى نستمر مع بعض من خلال دعمنا الإنساني، من خلال روح المثابرة مع بعض. أتمنى راح نكبر وراح نرجع أقوياء مثل قبل، وكل شاب هنا متواجد وياي هو بمثابة وطن مصر.